وأنا إن شاء الله يعني نبدأ بأحد الاستفسارات. يعني إحنا تكلمنا في دروسنا الدرسين السابقين وذكرنا فيهما عذاب القبر. يعني بعض الإخوان أرسلوا لنا رسائل إن هناك بعض من العلماء أو الجهات أو الجماعات التي تنكر عذاب القبر، وهذا مما لا يجوز. فعذاب القبر ثابت في القرآن والسنة، وهناك آيات قرآنية يعني تدل بما يقطع الشك أن عذاب القبر موجود، وأحاديث. ويمكن لمن شاء أنه هو يطلب مني رابط، وسأرسل له رابط لموضوع بإذن الله يختص بعذاب القبر وأدلة عذاب القبر من القرآن والسنة بإذن الله. ولربما إن شاء الله إن تذكرنا سنضع هذا الرابط مع هذا الدرس على صفحة اليوتيوب في الوصف الديسكريبشن.